يا شباب هنكمل مع بعض ان شاء الله دلوقتي شابتر جديد في المنهج وعنوان جديد من المنهج عنوان اسمه الايزوتونيك سوليوشن قبل ما نعرف يعني ايه ايزوتونيك سوليوشن في شويه مقدمات كده لازم ناخدها الاول واحنا بناخد المقدمات ده هيبدا يظهر لنا ونعرف يعني ايه كلمه ايزوتونيك سوليوشن وامتى نقول على المحلول ان هو ايزوتونيك في تعريف عند الاول اسمه الاسموزس وهو الخاصيه الاسموزيه الخاصية الاسموزية ايه تعريفها او الاسموز ايه تعريفها لك it is دي ظاهرة إن which the solvent ثرو through semi أنا عندي semi permeable membrane بص على الشكل ده كده ده غشاء شبه منفذ بيعدي حاجة وما بيعديش التانية semi permeable membrane ده بيعدي السولفنت بس ركز السيمي برميابل ممبرين بيعدي السولفنت بس ويتش سولفنت باس ثرو سيمي برميابل ممبرين فروم ا ديلوت سوليوشن تو تو هاي كونسنتريتد سوليوشن يعني عندي هنا مثلا بص على ده بص على الجنبين دول كده هنا كم جزء من السليوت هنا واحد 2 ثلاثة اربعه خمسه سته وهنا حوالي خمستاشر هم ماشي طيب قال اللي بيحصل هنا ايه بقى؟ قال الميه بتتحرك في اتجاه التركيز الاعلى يعني شوف عندك تركيز اعلى من الجزيئات هون الميه بتتحرك ليه؟ عشان تخفف تعمل دايلوشن للتركيز العالي ده بحيث ان المحصله في الاخر يبقى ان التركيز هنا زي التركيز هنا لو خدت عينه من هنا وقستها وشفت التركيز فيها هيطلع زي هنا الحاله دي بقول عليها ان بيبقى في ايكوال كونسنتريشن او بيحصل عندي ايكولاريبيا ماشي يعني الفكره ان السولفنت بيتحرك من جنب للتاني عشان يعادل التركيز لكن البارتكلز نفسها ما بتتحركش يعني محدش يجي يقول ليه البارتكل ده مش بيعدي الناحيه دي مثلا ويعادل التركيز يقول لك لا السيمي بيرميبل ممبرين بيعدي السولفنت بس لكن مش بيعدي السوليوت تعال نكمل التعريف بيقول لك فينومينا ان هي ويتش سولفنت باسس ثرو سيمي ممبرين from a dilute solution من محلول مخفف into more concentrated one اللي محلول تاني مركز with the result that the concentration told tend to be equalized يعني هنا النتيجة اللي بقى concentration بيحصل equalization او equilibrium ملحوظة ده مهم أوي اسموزيز ريفر تو ذا فلو اوف سولفنت اونلي مهمة أوي 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 قوي الاسموزيز خاصة بحركة السولفنت بس انما السوليوت مش بيتحرك ماشي طيب في تعريف تاني اسمه الديفيوجر احنا خدنا الاسموزيز وعرفنا ان الاسموزيز هو حركة السولفنت من الاتجاه للتاني من الاتجاه الاعلى, الاعلى في التركيز للاتجاه الاقل في التركيز طب ايه الديفيوجن بقى والانتشار؟ قال لك it is movement of solute من اللي بيتحرك المره دي السوليوت فروم هاي كونسنتريشن تو لو كونسنتريشن يعني لو جيت قلت لك قارن بين الاسموزس والدفيوجن تقول ان الاسموزس هو حركه السولفنت من التركيز العالي للتركيز الاقل من التركيز الاقل للتركيز العالي اسف لكن الدفيوجن هو حركه البارتكلز او السوليوت من التركيز الاقل للتركيز الأقل للتركيز الاعلى للتركيز, للتركيز, للتركيز الاقل بص على الصورتين كده بص لقى دي الاسموزس اهي هتلاقي في هاي كونسنتريشن من البارتكلز وده سيمي برميه بالممبرين بيبدا يعدي السولفنت من خلاله ماشي لكن الديفيوجن مش هتلاقي فيه اصلا سيمي برميه بالممبرين عارف ليه لان لو في لان في الديفيوجن الاثنين بيتحركوا عكس اتجاه بعض يعني او بمجازا هنقول ان السوليوت بس هو اللي بيتحرك فلو انت حاطط سيمي برميه بالممبرين مش هيحصل اصلا ديفيوجن لان السيمي برميه بالممبرين مش بيعدي والت وبالتالي هنا انا بشيل السليول من برين خالص واخلي العمليه مع نفسها كده تروح وتيجي وتظبط نفسها كده مع نفسها ده بقول عليه ديفيوجن تعال نشوف ايه السيمي بيرميبل ميمبرين ده قالك اتس ا ميمبرين ده نوع من انواع الميمبرين ان ويتش بيرميت الإسموز تو يعني بيسمح لعمليه الاسموز انها تحصل يعني ايه بيسمح للاسموز انها تحصل يعني بيسمح بمرور السولفنت او الروت شقلاوه الباساج اوف الفري سولفنت لايك ووتر يعني بيسمح بمرور الفري سولفنت زي زي الميه بات نوت بيرميت الباساج اوف الديسولفنت سبستانس لايك الشوجر يعني ما بيعديش الشوجر او السكر او اي ماده دايبه في قلب السولفنت ده وكل اللي انا عايزك تعرفه ان السولفنت هو بس اللي بيعدي من خلال السيمي بيرميبل ميمبرين طيب في حاجه اسمها الاوزموتيك بريشر الضغط اسموزي بنسمع عنها كتير الضغط الاسموزي قال لك اتس اكسس بريشر تعريفه قال لك اتس اكسس بريشر which must be applied to a solution يعني الضغط ده لازم اطبقه على المحلول to prevent the passage of solvent into it يعني عشان امنع السولفنت ان هو يتحرك when both are separated by semi permeable membrane يعني لو انا عندي semi permeable membrane وعايز اعدي عايز اخلي السولفنت ما يعديش من خلاله لازم اطبق ضغط اسمه الضغط الاسموزي ماشي تعريف تاني بقولك it is the pressure that responsible for phenomena of يعني ده الضغط المسؤول عن عملية الاسموزس رقم ثلاثة the osmotic pressure on the not the type of the مهمة او 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 اكتب جنبها مهمة عشان انا مش كاتب مهم اكتب جنبها مهمة اوي <applause> واعرف ان بيعتمد على النمبر of the particles not particles of the solute not the type البارتكل يعني بيعتمد على النوع وليس العدد إس بيعتمد على العدد وليس النوع بيعتمد على العدد وليس النوع طيب عندي في نوعين من السوليوت السوليوت قد يكون الكترولايت وقد يكون نان الكترولايت بتحال عارف الفرق بينهم تعال نشوف برضو الفرق بين الالكترولايت والنان الكترولايت بيقول لك الالكترولايت قال لك ده بيكون نوع من انواع السوليوشن والكونتين ايونز لما بتحط في ليكويد او في فول او في مثلا في ووتر بيحصل له ايزونايزيشن ويديني ايونات انز ازموتك بريشر اوف ذا سوليوشن نوت فاري اونلي اون ذا كونسنتريشن يعني مش هيعتمد على الكونسنتريشن بس بتاع السيوت لكن كمان هيعتمد على الديجري اوف ديسوشيشن يعني ممكن يقول لك في الامتحان في حاله الالكترولايت الازموتيك بريشر بيعتمد على النمبر بس او التركيز بس هتقول له لا ويعتمد على التركيز والديجري اوف ديسوشيشن درجه التفكك بتاعه الالكترولايت لان احنا عارفين ان الالكترولايت مش خدنا الكلام ده في جزء السوليوشن ان الالكترولايت ممكن ما يتاينش كله او يتقين مثلا بنسبه 80 او 90% في فلازم احط في الاعتبار عند الديجري اوف ديسوشيشن طيب بقول لك سبستانس ذات ديسوشيت تو جيف لارج نمبر اوف ايونز يعني لو انا عندي ماده بتتقين عشان تديني عدد من الايونات الكبير ان سوليوشن والهيف ريلاتيف ريديتر osmotic بريشر يعني بمعنى اصح ان كل ما يزيد الدستليوشن كل ما يزيد الاوزموتيك بريشر يعني كل ما الماده بتاعتي تتأين اكتر وتديني عدد بارتكلز اكتر كل ما تديني اوزموتيك بريشر اعلى. ليه؟ لان انا لسه قايل فوق ملحوظه اهون لسه ما اتنقلناش لسه قايل ملحوظه ان الاوزموتيك بريشر بيعتمد على النمبر اوف البارتكلز وبالتالي لما النمبر اوف البارتكلز يزيد والدستليوشن يزيد هيزيد مع الاوزموتيك بريشر. طيب في حاجه ثانيه اسمها النون الكترولايت. بقول لك ذا سوليوشن وال اونلي مولكيولز يعني الماده بتاعتى مش بتتاين زي مين زي السكروز والدكستروز والحاجات دي كلها الحاجات دي مش بتتاين بالتالي السوليوشن عندها هيكون فيه مولكيولز وبالتالي الاثبوتك بريشر يعتمد بس على الكونسنتريشن بتاع ليه لان ما فيش ديجري اوف ديسوشيشن وما فيش ديسوشيشن بيحصل اصلا يبقى في حاله الالكترولايت بعتمد على الكونسنتريشن والديجري اوف ديسوشيشن لكن في حاله النون الكترولايت بعتمد بس على كونسنتريشن الكلام ده مهم أوي طب إيه الـ iso سوليوشن تعريف اسمه iso-osmotic solution قالك بقولك إف two solutions are separated by perfect semi-permeable membrane يعني لو أنا عندي perfect semi-permeable membrane which permeable only to solvent molecules يعني لو المبرين ده بتاعي كويس ومبعندش إلا solvent molecules بس and do not net movement of solvent occurs across membrane زين بقولك لك زين ذا سوليوشن ار سيت تو بي ايزو اوزموتيك اند ويل هاف ذا الكلام تاني عشان ما تقعش مني بقول لك اف تو سوليوشنز ار سيبريتد باي بيرفكت سيمي يعني انا عندي سيمي بيرميبل كويس قوي بمعنى ان الممبرين ده وش بيرميبل اونلي تو سولفنت مولكيولز اند نو موفمنت اوف سوليوت دي المفروض سوليوت كلمه سوليوت ماشي زين ذا سوليوشن ار سيت بي ايزو أوزموتيك يعني السوليوشن ده عندي هقول عليه ان اي هلو قول عليه ايزو ازموتيك اند ويل هاف ايكوال ازموتيك بريشر <برجل> يعني المحلولين دول لو انا فاصلهم بسمي برميم ممبرين وبدا السولفنت يعدي من هنا لهنا بقول على المحلولين دول بعد ما السولفنت يعدي ان هما ايزو اوزموتيك سوليوشن ايزو اوزموتك سوليوشن وبقول ليهم اند ويل هاف ايكوال ازموتيك بريشر <برجل> طيب البيولوجيكال ممبرين بقى قالك البيلوجيا المبرين ده يعتبر سيمي برميبل مبرين بس مش دايما بيكون سيمي برميبل مبرين او هو سيمي برميبل مبرين بس على قد شوية مش يعني مش بيرفكت قوي not always function as perfect semi برميبل مبرين and some سوليوت are as well as water will able to pass through them يعني ممكن من خلاله يعدي سوليوت عادي عشان كده هو مش بيرفكت بقول لك اف تو إزو إزو ازموتك ايزو ازموتك سوليوشن ريمين ان ازموتك يعني لو الاثنين في حاله اتزان وين سيبريت لي باي بايولوجيكال ميمبرين او في بايولوجيكال ميمبرين فاصل تو ايزو ازموتك سوليوشن مي بي ديسكرايب دي ايزو ازموتك ويز بيرفكت تو بارتيكولار ميمبرين يعني لو في حاله دي لو في عند تو ايزو ازموتك سوليوشن ومفصولين بالسيمي بريميبل ميمبرين او اللي هو في الحاله دي بيكون بايولوجيكال ميمبرين يعني اللي هو غشاء في جسم الانسان لو مفصولين بواسطة غشاء في جسم الإنسان ساعتها بقدر أقول عليه إن هو أيزو تونيك أقدر أقول عليه إن هو أيزو تونيك بيقول لك ميني سوليوشن انتندد تو بي ميكسد ويز بادي فلويدز ار ديزاين تو هاف ملحوظه مش مهم مش مهمه او الاخيره دي ملحوظه مش مهمه خالص يعني ماشي طب تعال نشوف امثله على الايزوتونيك سوليوشن ايزوتونيك سوليوشن اشهر مثال عندنا في الصيدليه لو انت واقف في صيدليه او نزلت صيدليه هتلاقي محلول النورمال سالاين اللي هو 9 من 10 في المية صوديوم كلورايد <applause> اسمه النورمال سالاين 9 من 10 معناها ان كل 100 ملي من الميه فيهم 9 من 10 جرام من الصوديوم كلورايد ده بيكون اوزموتيك مع البادي فلويدز <applause> عشرة sodium chloride solution has osmotic pressure osmotic pressure بتاعه identical to the body يعني زي زي الدم والfluids بتاعت الجسم بالظبط and is isotonic الاثنين isotonic ده بعض بالظبط بمعنى ان هو dont produce change in the constituent in the يعني لو حطيت لو حقنت المريض بلتر ولا اثنين مثلا من الصوديوم زي ما بنشوف كده مش هيحصل تغيير في البعض فلويد زي ما هنشوف ايه التغيير اللي ممكن يحصل كمان شويه بسبب ان الاختلاف في الأيزوتونستي. لكن هنا المحلول يبقى ايزوتونيك فبتحطه ما بيأثرش على مكونات الجسم وخلاص الدنيا بتفضل تمام طب في سؤال هو بيقول هل اي محلول ايزو بيكون ايزوتونيك؟ عرفنا يعني ايه ايزو اسموتيك وعرفنا يعني ايه ايزوتونيك طب هل ممكن اي ايزو اسموتيك اقول عليه ايزوتونيك؟ طبعا الاجابه لا تعال نشوف امثله الكلام ده اول مثال عندي هفيه في بيقول لك دي اكزامبلز اوف ايزو اوزموتك نون ايزوتونيك سوليوشن اول مثال بيقول لك البوريك اسيد سوليوشن ده البوريك اسيد سوليوشن اهو از ايزو اوزموتك ويز البرد هو والبلاد ايزو اوزموتك مع بعض بيعدوا من السماء من بعض وكل حاجه بط مش ايزوتونيك ليه بقى مش ايزوتونيك قال لك لان هو ما بحطه في الجسم بيعمل هيموليسيس هيموليسيس للريد بلاد سيلز وبالتالي ما اقدرش اقول على السولوشن ده ان هو ايزوتونيك الا لما اجربه على بلاد البادي فلويدز والبيولوجيكال ممبرين بتاع الجسم لو طبقته على الجسم او حطيته في الجسم ولقيت ان هو ما بيأثرش على الجسم يعني هو ممكن يكون ليه نفس الاسموتيك بريجر وكل حاجه بس لو دخلته الجسم يعمل مشكله زي مين زي البوريك اسيد سوليوشن على البوريك اسيد سوليوشن ده لو دخلته الجسم بيعمل هيموريسيز للريد بلاد سيلز بيخليها تتكسر وبالتالي هو مش امان على البادي فلويدز وبالتالي ما اقدرش اقول ان هو ايزوتونيك ايسوتونيك بيبقى في حاله ان لو حطيت السوليوشن في قلب الجسم ان هو ما عملليش اي مشكله مع الجسم انما هو هنا عمل مشكله وعمل هيموليسيس هيموليسيس اوف blood بلاد سيلز تي تو الابيليتي اوف البوريك اسيد تو كروس ذا ريد بلاد سيلز ميمبرين يعني البوريك اسيد هنا قدر يعدي الريد بلاد سيلز بتاع الميمبرين وبالتالي اذا mucus لايننج اوف ذا اي وفي نفس الكلام بقى الميوكوس lining اوف ذا eye act as سيمي permeable membrane تو بوريك اسيد ان سوليوشن يعني السيمي بيرميبل اللي موجود في العين ده بيعدي البوريك اسيد سوليوشن اكوردنجلي 2% بوريك اسيد سوليوشن سيرفز از ايزوتونيك اوف سالين بريباريشن دي ملحوظه مهمه قوي 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 الدكتوره اكدت عليها مليون مره ان المحلول اللي تركيزه 2% بوريك اسيد سوليوشن ده بيكون ايزوتونيك اه بس ايزوتونيك ايزوتونيك مع الاوفسالমিক بريباريشن بس يعني ايزوتونيك في حاله مستحضرات العين بس لو استخدمته في العين هو اه ايزوتونيك مع في مع الفلويدز بتاع العين لكن مش ايزوتونيك مع الريد بلاد سيلز ولا اي مكون تاني من مكونات الجسم ماشي اعرف الاثنين في الميه بوريك اسيد سوليوشن ده بيكون ايزوتونيك مع الاوفسالميك بريباريشن ماشي رقم 2 كده خدنا المثال الاولاني بوريك اسيد سوليوشن رقم 2 المثال التاني واحد وثمانية من عشرة في المية سوليوشن اوف اليوريا يعني لو جبت جبت جرام 1.8 من عشرة من اليوريا وحطيتهم في مية مل من المية قال لك هاز سيم بريشر عنده برضه نفس الازموتيك بريشر بتاع البادا فلويدز زي زي التسعة من عشرة في المية والبادا فلويدز سوليوشن بط ذا يوريا سوليوشن بروديوس الهيموليسيس نفس الكلام برضه اليوريا سوليوشن بروديوس الهيموليسيس ماشي طيب تعال نشوف بقى ملحوظه مهمه كده بيقول لك سم سوليوشنز ار ايزو اسموتيك بات نوت ايزوتونيك ماشي لك الكلام ده زي المثالين اللي فوقهم البوريك اسيد سوليوشن وال الواحد وثمانية من عشرة سوليوشن من اليوريا الاثنين دول بيكونوا ايزو اسموتيك بس مش ايزوتونيك ذيس از بيكوز ذا فيسيولوجيكال سيل ميمبرين ماست بي يعني انا هنا ما عملتش ما حطيتش في اعتباراتي التاثير على السيل ميمبرين لا ما دام اثر على السيل ميمبرين يبقى ما اقدرش اقول عليه ان هو ايزوتونيك ايزوتونيك سوليوشن ار ايزو اوزموتيك بط ذا ريفيرس از نوت ترو يعني العكس غير صحيح ان الايزو اوزموتيك مش كل الايزو اوزموتيك بيكون ايزوتونيك لكن كل الايزوتونيك بيكون ايزو اوزموتيك ذا برودكت از نوت كولد ايزوتونيك انتل ات تيستد باي بايولوجيكال ميمبرين يعني لازم اختبره الاول على البيولوجيكال ميمبرين وعلى انسجه الجسم وعلى سوائل الجسم عشان اشوف الأفكت بتاعه عليهم ايه لو ما ليه افكت عليهم ساعتها اقول ان هو ايزو اوزموتيك ايزوتونيك لكن لو لقيته بيأثر على البادي فلويدز والمنبرين بتاع الجسم ساعتها هكتفي ان هو يكون ايزو اوزموتيك بس ماشي طيب على حسب الضغط الاسموزي هقسم المحاليل بتاعت التلات انواع رأسية اول حاجة أيزوتونيك تاني حاجة هايبو تونيك تالت حاجة هايبر طيب ايزو تونيك سوليوشن قالك ده بيكون السوليوشن هو تشهاز ذا سيم اوزموتيك بريشر زي زي البادي فلويدز بالظبط يعني عنده نفس الازموتيك بريشر بتاع البادي فلويدز بالظبط صح ماشي لكن الهايبرتونيك قال لك ده بيكون سوليوشن whos lower osmotic pressure الزموتك بريشر بتاعه بيكون قليل قليل مقارنه بالجسم لكن الهايبرتونيك سوليوشن قال لك ده بيكون هاير اوزموزس او هاير اوزموتك بريشر ذان ذات اوف ذا بودي فلوتس طيب ايه تاثير ال السليوشن تونست او ايه تاثير التونست تا... بتاع بتاع السوليوشن على فلويدز يعني ليه هيفرق معانا ان كان المحلول ده هايبوتونيك ولا هايبرتونيك ولا ايزوتونيك ولا ايه تعال نشوف الكلام ده بيقول لك في حاله الايزوتونيك سوليوشن اف سمول كوانتيتي اوف بلاد از ميكست وذ سوليوشن كونتيننج 9.1% صوديوم كلوريد بير ملم يعني لو انا جبت سوليوشن من ريد بلاد سيلز وحطيته 9.1% صوديوم كلوريدات قال لك ذا سيلز ريتين ذير نورمال سايز هيفضل السايز بتاعهم عادي جدا مش هيتاثروا ولا هينكمشوا ولا هي فرقة ولا يحصل له مسولينج because the solution has essentially the same salt concentration عنده نفس السالت concentration اللي موجود في الريد بلاد سيلز وبالتالي عنده نفس الاوزموتيك بريشر نشوف صوره كده نفهم بقى الكلام ده اهو ده الايزوتونيك ده معنى ده الريد بلاد سيلز الحمراء الجميله بتاعتنا دي الكلام اللي جنب الرسمه ده مش عليك بس عشان تفهم بقولك لك amount of water transported into the cell equal to the amount of water transported from the cell يعني كمية الماء اللي داخلة الخلية زي كمية الماء اللي خارجة من الخلية يعني لو أنا جبت شوية نص لتر مثلا دم هو وحطيته في لترين مثلا نورمال سلاين أبص ألاقي كرة الدم تشرب شوية ماء وتخرج قدوم بالظبط فالموضوع في إيكولوريبيا من اتزان مفيش يعني مش هيحصل لها شرينكج ولا هتنكمش ولا هيحصل لها سفولينج وانتفاخ وبالتالي هيبقى السوليوت كونسنتريشن انسايد ذا سيل از ايكوال ذا كونسنتريشن او سايد ذا سيل يعني التركيز بره زي التركيز جوه وبالتالي مفيش ادنى مشكله طيب طب بالنسبه للهايبرتونيك سوليوشن بالهايبرتونيك سوليوشن قال لك اف ذا ريد بلاد سيلز ار سسبندد ان هايبرتونيك سوليوشن يعني جبت هايبرتونيك سوليوشن زي ال2% الصوديوم في 2% الصوديوم كلوريد كل ده هايبرتونيك سوليوشن

This phenomenon is called plasmolysis. ودي بيكون reversible process. تعال نشوف الكلام ده أنا رسمة. ده تأثير الهايبرتونيك سوليوشن على الريد Blood سيلز. شوف بقى اللي في الأول فوق وحمرة وحلوة خالص هيًا هنا بقت حصل لها شرينكتش. قال لك هنا بيحصل إيه؟ قال لك water is transported out of the cell. يعني أنا عندي حاطط مثلا الريد Blood سيلز بتاعتي في محلول 2% نورمال سلاين واحنا قلنا ان المفروض الايزوتونيك بيكون 9.10% انت حاطه في محلول تركيزه الضعف الضعف ونص تقريبا يعني ماشي فالتركيز هنا التركيز هنا زياده قوي من الكونسنتريشن بتاع السولت وبالتالي بقى محلول هايبرتونيك طيب التركيز بره عالي طبقا للخاصيه اسمه زي الميه هتتحرك من قلب الريد بلاد سيلز وتخرج للسوليوشن اللي هي محطوطه فيه او موجوده فيه ليه عشان تقلل تركيز الكونسنتريت سوليوشن اللي هو في 2 ده عشان تقلله يبقى الريد بلاد سيلز هتخرج الميه اللي جواها عشان خاطر ان هي تعادل التركيز بتاع النورمال بتاع السلاين اللي بره ال2% اللي, اللي بره ده وما يبقاش هايبرتونيك وبالتالي الميه لما تخرج من قلب الريد بلاد هيحصل لها شرينكج او تتجعد بالشكل اللي انت شايفه ده كده يبقى هنا بيحصل ايه هو السهمين هما الميه بتخرج لبره سوليوت كونسنتريشن انسايد ذا سيل از تركيز الملح في قلب الخليه بيكون قليل وبالتالي الميه بتخرج لبره فيحصل لها شرينجينج العمليه دي بتكون ريفيرسيبل يعني ايه ريفيرسيبل؟ يعني ممكن ارجعها تاني يعني ممكن الشكل اللي انت شايفه ده ارجعه للشكل الاولاني اللي هو الايزوتونك والبلاد سيلز تبقى عاديه خالص قال لك بعمله ازاي؟ قال لك عادي عن طريق ان انت ترجع بعد كده تحط محلول ايزوتونيك سوليوشن او هايبوتونيك سوليوشن بحيث ان انا ازود كميه الميه تاني للريد بلاد سيلز لان انكمشت لكن ما اتكسرتش هي انكمشت بس شويه فلو شربت شويه ميه تاني هت ايه يا ربي ايه هترجع ترجع تنتفخ تاني وترجع لوضعها الطبيعي يبقى الموضوع ده العمليه او الشكل اللي انت شايفه ده انكماش الريد بلاد سيلز ده بسميه بلازموليسس المصطلح مهم بلازموليسس او البلازموليسس بلازموليسس ويتش از Process. يعني انت تفهم الموضوع والسطر الاحمر ده هو لا تحفظه بس في which is reversible process. طيب. العكس بقى لو أنا عندي solution hypotonic solution قال بيكون في حالة cells are introduced to hypotonic solution. لو أنا جبت محلول زي 2 من عشرة NACL واحنا عارفين ان النورمال بيكون تسعة من عشرة فهنا التركيز قليل حطيته في ووتر انتر ذا ريد بلاد سيلز لان ايه تركيز الملح في قلب الريد بلاد سيلز بيكون تسعة من عشرة وبره بيكون 2 من 10 وبالتالي الميه ليكويد هيبدا يخش للريد بلاد سيلز جوه الريد بلاد سيلز هتبدا تمتص الميه عشان تقلل الكونسنتريشن اللي اللي جوه ماشي وبالتالي هيحصل سويلينج الريد بلاد سيلز هتبدا تشرب ميه كتير وتنتفخ ويحصل في الاخر انها تتكسر يحصل لها هيموليسز هتفضل تشرب تشرب زي البالونه كده تفضل تملها ميه 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 لحد ما تيجي تفرقع طيب هل هي فرقعت؟ هل البالونه لو انا مليتها ميه وفرقعت هل ممكن ترجع تاني؟ اقول ان انا مثلا اشيل منها الميه ترجع تاني لا هي فرقعت اوريدي حصل لها رابتشر اوريدي ما عادش هيحصل لها ما عادش ينفع اعكس ما عادش ينفع اعكس الموضوع ده وبالتالي هي خلاص حصل لها رابتشر فهتفضل زي ما هي وبالتالي بقول ان العمليه دي بتكون ايرفيرسبل بروسيس المحلول الهايبوتونيك هو ده التاثير بتاعه قال لك هنا بيحصل ايه بقى ووتر از ترانسبورتد انتو ذا سيل المايه بتخش للسيل اهي هي عماله بتدي البلاد سيل الحمراء هي المايه عماله بتخش ليها اهي بيقول لك الووتر از انتو ذا سيل والسوليوت كونسنتريشن انسايد ذا سيل از هاير التركيز جوه بيكون عالي هنا بيحصل ايه اهو شايف الرابتشر اهو بتنفجر هناك The سيلز انفلات اند ايفينشوالي burst. يعني بتتكسر طيب ملحوظه بقى بقول لك ذا افكت اوف ادمنستريشن اوف هايبوتونيك سوليوشن ار مور سيفير ذان هايبرتونيك سوليوشن يعني ان انا اخد محلول هايبوتونيك يعني تركيز السولت فيه قليل ده اخطر بكتير من ان انا اخد محلول هايبرتونيك تركيز السولت فيه عالي ليه؟ لان احنا قلنا لسه قايلين ان العمليه دي ريفيرزابل ودي ايرفيرزابل يعني لو انا اخدت محلول هايبرتونيك عادي الموضوع ريفيرزابل ممكن ارجعه تاني الخلايا اللي حصل لها بلازموليسز دي ارجعها تاني لكن لو خدت محلول hypotonic مش هقدر ارجع الخلايا اللي حصل لها hydrوليسز دي تاني ماشي بيقولك the eye can tolerate a range of tonicity as low من 6 من عشره اند 1.8 يعني العين تقدر تستحمل محلول ايزوتونيك من 9 من عشره ل 1.8 عشان كده ممكن يعني مش بيحصل لها بلاز موريس ولا رابتشر ولا الكلام ده طيب طب ازاي بنحقن المحاليل الايزوتونيك بقى في الجسم ايه الروت اوف ادمنستريشن اللي بحقن بيه المحاليل في الجسم قال لك اول حاجه السبكوتينيوس انجكشن يعني الحقنه تحت الجلد زي حقنه السكر كده الانسولين كده بحقنها سبكوتينيوس تحت طبقه الكيتونس تيشو في البطن كده او في الكتف او في اي حاجه تحت طبقه الفات يعني بقول لك it is necessary to be it is it is not necessary to be isotonic يعني مش لازم تكون isotonic ليه لان هي بتتحقن في small volume انت لو شفت واحد مثلا بياخد حقنة انسولين بص لقيه بياخد وحدات مثلا اقول لك انا باخد 40 وحدة 30 وحدة 50 وحدة الوحدة بتكون واحد من مية ملي يعني التمانين وحدة اللي هو بياخدهم دول بيمثلوا 80% من الملي يعني تمانية من عشرة ملي فالفوليوم قليل قوي 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 ده يوم ما يكون يعني بياخد بياخد خمسين ستين واحدة يعني بياخد نص ميلي النص ميلي ده عمره ما يخش ويعمل مشكله حتى هايبر هايبو ايا كان مش هيعمل مشكله لان حجمه قليل قوي ما يعملش اي مشكله ماشي لكن مفيش مانع ان هو يكون ايزوتونيك عشان يقلل البين شويه ما يعملش الم الطريقه الثانيه انترا ماسكولار وده الحقن العضلي اللي بتاخد في عضله الجلوتيال او في الدولتياد ماسل اسمه الانترا ماسكولار الحقن العضلي كلنا عارفين قال لك لازم يكون ايزوتونيك اور سلايتلي هايبرتونيك تو انكريز البنتريشن يعني ممكن لازم يكون ايزوتونيك ومش معنى ان انا اخليه هايبرتونيك شويه عشان اخلي البنتريشن بتاعه ولا الامتصاص بتاعه كويس انترافينس انجكشن ده في حاله الحقن الوريدي بقى الحقن الوريدي انترافينس انترا يعني داخل في فينس جاي من فين يعني وريد قال لك ده شوت بي ايزوتونيك لازم يكون ايزوتونيك في حاله اللارج فوليوم يعني لو انا احقن مثلا لتر مثلا من الصلاين يعني مثلا لازم يكون ايزوتونيك هايبرتونك <applause> كوز الهيموريسيس وعارفين الكلام ده وهايبرتونك سوليوشن مي بي ادمنستر او <دسلولي> انا خلاص في ناس بقى انت مش في ناس بيبقى مثلا اديناهم محلول هايبرتونيك فانا عايز اعدل الموضوع ده بسرعه وادي له محلول هايبرتونيك او الظروف اتخلات ان انا ادي له محلول هايبرتونيك قال لك ممكن ادي له بس بيكون سلولي انتو افين يبقى ادي سلولي أو, او لان لو اديته بسرعه هيحصل الريتيشن بسبب التركيز العالي هايبرتونيك <applause> لارج فوليوم ادمنسترد ثرو كانيولا انتو لارج فيزل يعني لو انا محلول هايبرتونيك قالك لك دي من خلال كانيولا لازم يكون فيه كانيولا انتو لارج فيزل يعني ممكن ادي مثلا في ال في الشريان الاورطي مثلا في الشريان ال في في قصدي في الورد الباب الكبدي في الاورده اللي هي الكبيره اللي في الجسم دي ماشي انترسيكال يعني ممكن اديه في في الحبل الشوكي او عشان نبقى دقيقين في السائل الشوكي اللي هو حوالين الحبل الشوكي فلازم ده يكون ايزوتونيك عشان ما يعملش تهيج زي الحقنة اللي هي بتاعه التخدير التخدير النصف كده بياخد الحقنه في سلسله الظهر وفي السائل بتاع انتراسيكال فلويد الاي الاي دروبس عند الاي لوشن يعني لما يكون عندي اي دروبس قال لك مش لازم يعني تكون ايزوتونيك قوي ليه لان هي اصلا ما بحطها في تيرز وفي دموع في يعني انا حتى بحط بحط نقطه النقطه دي حجمها تقريبا 30 30 مايكرو لتر فاللي هي نقطه نقطه صغيره قوي 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 يعني احنا قلنا من شويه ان السبكوتينيوس ما بتعملش مشكله اللي هي بكون نص ميلي ما بالك لو خمسة من 50 مايكرو يعني حاجه صغيره قوي 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 قد نقطه نقطه كده قد نقطه الالم. ما تعملش اي مشكله ليه لان هي اصلا بيحصل لها دايلوشن بالتيرز الدموع اللي عندك دي بتعمل لها but most of it is isotonic due to the irritation اللي احنا قلنا لسه قايلين من شوية زي ما قلنا في حالة السابقة الناس انها من الافضل انها تكون isotonic عشان اقلل التهيج والirritation النيزل دروبس اللي هي اللي بتاخد عن طريق الانف قالك it should be isotonic بس مش necessary مش لازم تكون isotonic طب ازاي لو عندي محلول اقدر اظبط التونستي بتاعته واخليه isotonic ازاي اعمل ادجستنج للسوليوشن ايزو قال لك فور كومفورت ديورنج ادمنستريشن عشان اخليه يعني وقت الادمنستريشن او وقت ما اجي اخد الحقنه مثلا او المحلول عشان يبقى فيه كومفورت وراحه كده ما يدوس الجفورمس ماست بي ايزوتونيك لازم اخليها ايزوتونيك وسي بادي فلويدز ذس سبيشال ترو اوف ده الموضوع ده يعني حقيقه في حاله البارنترال والاوف سالمك والنازل سوليوشن لازم يكونوا ايزوتونيك بين and اريتيشن ات the site of administration may occur if the, the formulation is either hyper or hypotonic. يعني ممكن الاثنين دول هايبر او هايبو يعملوا له اريتيشن و بين والم شديد pharmacist sometimes must adjust the tonicity of the preparation to ensure that they are near isotonic لازم يظبط الايزوتونيس بتاعته one of the several methods to be used to calculate quantity of tonicity modifiers في طرق كتير او عشان بشوف من خلالها هض... هضيف قد ايه تونستي مودفايرز او المواد اللي بتعدل تونستي زي السوديوم كلورايد والدكستروز واند اذر سبستانس ذات مي بي ادد تو سوليوشن في حاجات بضيفها للسوليوشن تو ريندر ايزو تونيك احنا خدنا من شويه ان البوريك اسيد سوليوشن كان بتركيز اه واحد اتنين اه واحد وتمانية من عشرة في المية بوريك اسيد كنت... كان بيكون ايزو اوزموتيك مع الـ او ايزوتونيك كان بيكون ايزوتونيك مع الاوفسالميك فلويد صح وبالتالي في حاله الاوفسالميك ممكن استخدم البوريك اسيد يوزد كان بي يوزد تو ريندر نقط بريباريشن ايزوتونيك لو جالك السؤال ده ودوك ان شاء الله هتجيب السؤال ده في الامتحان هي ما قريتش بس ركزت على الحته دي قوي قوي ساعتها اقول ان الاوفسالميك بريباريشن هو اللي بستخدم عشان البورك بيستخدم عشان يخليني اسد البوريك اسيد بيستخدم عشان يخلي الاوفسالميك بريباريشن ايزوتونيك ممكن يجي لك العكس يقول لك نقط نقط كان يو بي يوزد تو ريندر سالمك بريباريشن ايزوتونيك يعني هو عايز يعرف مين اللي بيخلي الاستونيك ساعتها اختار البوريك اسيد ماشي ايه الطرق اللي بظبط بيها ال قال لك عندي نوعين قال لك في كلاس ايه وكلاس بيه تعال نشوف كلاس ايه كده كلاس ايه بيقول لك سبستانس تو freezing بوينت اوف سوليوشن سالب 52 درجه يعني ايه الكلام ده عندي طريقتين في كلاس واحد دي قال في طريقه اسمها فريزنج بوينت ديبريشن او كريسكوبك ميثود الطريقه الثانيه اسمها ان لكن كلاس تي بيكون ميه زين بافر سوليوشن تو برود وخلي مش ايه في الطريق ده في الكلاس بي دي فيها نوعين او طريقتين وايت فينسنت ميثود وسبراولز ميثود وايت فينسنت وسبراول وايت فينسنت وسبراول ميثود هندرس بس كلاس اي او كلاس واحد دي كلاس اي دي الكلاس الاولاني هي اللي هما الاثنين دول فريزنج بوينت والان اي سي ال تعال نشوف الكلام ده تعالى نشوف أول طريقة في كلاس واحد اللي هي الفريزنج بوينت Point Depression Method بوينت Point Depression Method قال لك since the osmotic pressure is not really measurable يعني مش بتقاس مش بتقاس كويس يعني نوت measurable quantity it is usual to make the use of يعني ما أقدرش أقول مثلا إن أنا أحط جهاز مثلا أو بطريقة ما أقيس الأيزوتونستي. يعني ما أقدرش أحط جهاز كده يقول لي المحلول ده isotonic ولا لأ فأنا لازم أشوف طريقة أقيس بيها او اتعرف بيها على المحلول ده اذا تونيك ولا لا تش يوزوال تو ميك ذا يوز اوف ريليشن شيب بعمل علاقه بتوين ذا كولجيت بروبرتيز هنعرف ان الكولجيت بروبرتيز دي كمان محاضره كده ولا حاجه اند تو كالكوليت ذا اوزموتيك بريشر يعني الكولجيت بروبرتيز من ضمنها الاوزموتيك بريشر يعني هم اربع خصائص من ضمنهم الاوزموتيك بريشر تو كالكوليت ذا اوزموتيك بريشر فروم

يكون ايزوتونيك لازم يكون الفريزنج بوينت ديبريشن بتاعته 52 من 100 درجه سيليزيوس وبالتالي لو انا بجيب محلول كده ايا كان المحلول ده وبقيس بالصدفه الفريزنج بوينت ديبريشن ولقيتها 52% من 100 في 100% درجه سيليزيوس يبقى ساعتها هقول عليه ان المحلول ده ايزوتونيك therefore to adjust the freezing point of a drug to this value يعني لازم عشان تخلي المحلول يعني اللي افترض مثلا ان انا لقيتها 36 من مثلا لا هتوصلها ل 52 عشان تبقى ايزوتونيك لو لقيتها ان انت وصلت ل 52 ساعتها اوتوماتيك هتلاقي المحلول ده ايزوتونيك مع البلاد والبلاد فلويدز ذا فريز الكمبيوت ديبريشن اوف 1% سوليوشن فور ا سيريس اوف دراجز كومباوندز ار جيفن ان ذا ريفرنس تكست يعني عشان يبقى الموضوع سهل عملوا تركيز 1% من معظم الادويه من معظم الادويه المعروفه عملوا تركيز 1% سوليوشن منها وقاسوا الفريزنج بوينت ديبريشن بتاعته زي ما طلعناها كده الإيزوتونيك مثلا 52% قال لك بقى لكل محلول قاسوها قاسوها في تركيز 1% طلعت مثلا 6. ده مثلا البوريك اسيد 36 الافيدرين مثلا مش عارف 40 الامفيتامين كذا الكذا وهكذا يعني كل ده وقسم الفريزنج بوينت ديبريشن بتاعته وحطوها في المراجع مراجع زي مين قال لك زي رجمنتون والمارك اندكس ماشي اند ات از ا سمبل ماتر تو كالكيوليت ذا كونسنتريشن for فور ومن خلالها ممكن اعمل معادله معينه اعرف انا محتاج اضيف قد ايه من التونست موديفاير او الماده اللي بتعدل التونستي عشان اخلي المحلول بتاعي ايزوتونيك نبدا بقى نركز من اول الاكزامبل من هنا قال محلول الاكزامبل في 1% NACL solution has a freezing point of خمسة سبعة 6 من ألف درجه يعني هو مديني هنا محلول تركيز دي اللي جبناها بقى من الاندكس اهو من المرجع اهو 1% solution has a freezing point depression of ده رقم قيمه الفريزنج point depression اهو. Isotonic solution of NACL كان بي obtained the baker the percentage of concentration of sodium chloride required to produce freezing point depression 52 من 100 دريسز يعني قالك لك ممكن اضيف صوديوم كلورايد عشان اخلي المحلول بتاعي يكون ايزوتونيك و52% اللي هي الفريزنج بوينت ديبريشن بتاعه البلادو التيرس. باي سيمبل بورشن بعملها ازاي بقى الموضوع ده او انا عرفت ازاي عرفت ازاي ان تسعة من عشرة في المية سوليوشن يعني انا بقول لك اهو بقول انت انا محتاج اضيف ايزوتونيك سوليوشن اوف ال ان عايز يعرف بقى تركيز ال nacl ده قد ايه المفروض يكون قد ايه هقول ان ال1% تركيزي ال1% ده مخلي لي الفريزنج بولد ديبريشن قيمتها 5 7 6 طب انا عايزها 5 2 انا عايز المحلول يكون 5 2 زيه زي, زي البادي فلويدز والتيرز لك بسيطه قلنا ال-X% يديني 5 2 ومقص اقول 52 من 100 في 1 على 576 من 1000 يديني 9 من 10 شو احنا لسه قايلين ان الايزوتونيك سوليوشن بيكون ان النورمال سلايم بيكون عند تركيز 9 من 10 بالتالي 9 من 10% ووتر على فوليوم هي كونسنتريشن المظبوط من الصوديوم كلورايد عشان يخليني المحلول ايزوتونيك ماشي عرفنا ازاي نحسبها هقول 1% يديني كذا يبقى الاكس يديني كام؟ يديني 52 من مية. في حالة لو انا عندي نان الكترولايت بقى لو انا المادة اللي هضيفها عشان تظبط الايزوتونيك دي مادة بتكون نان الكترولايت قال لك ون جرام اوف مولوكيلار ويت اوف اني نان الكترولايت لو انا نان الكترولايت ما بتأينش خدت منه جرام حطيته في 1000 جرام ووتر قال لك ساعتها ذا فريزنج بوينت اوف ذا سوليوشن ويل بي واحد تمانية ستة يعني دي ثابتة لكل النان الكترولايتز داكستروز زي سكروز زي مش عارف ايه زي الجن الازرق لو جبت جرام منه حطيته في 1000 جرام ووتر ساعتها هقول ان الفريزنج بوينت بتاعتها بتكون واحد تمانية ستة واحد واحد وستة وتمانين من مية فريزنج بوينت اوف البيور ووتر يعني سالب واحد وستة وتمانين درجة سيليزيوس ماشي واحد وستة وتمانين درجة سيليزيوس يعني اي ده, ده بالنسبة لأي مع اي اي نان الكترولايت في الدنيا جبت منه واحد جرام حطيته في الف جرام مية او في لتر مية هديني فريزنج بوينت ديبريشن اوف واحد 8 يعني. 6 باي سمبل بروبورشن زير فور كان بي وي كان كالكوليت ذا ويت اوف نان عشان هعرف الويت بتاع النان الكترولايت ذات كان بي ديسولفد ان 1000 جرام ووتر تو جيف ذا سوليوشن ايزوتونيك تعال نشوف مثال على الكلام ده اه طب ليه اه في عشان الدوك قالت المعلومه دي يعني. ليه اي محلول او اي 1 جرام ملوكولار ويت من, من النان الكترولايت هضيفه ل 1000 متر ل 1000 جرام واحد من ميه هيخلي المحلول الفريزنج بوينت بريشر بتاعته 1 86 ليه بقى؟ قال لك لان انت هو ما بتقينش ماشي؟ فانت حطيت 1 جرام ال 1 جرام ده مش فيه مثلا آه عدد افوجادرو معين فانت افوجادرو من جزيئات لان احنا عارفين ان المول فيه عدد افوجادرو فانا خدت 1 جرام ال 1 جرام ده بيمثل مثلا مثلا يعني في حالة مادة معينة واحد من عشرة عدد أفجدره مش أنا ما بضيف نفس الواحد جرام ده في مادة من مادة تانية برضه هيساوي لي نفس عدد افجاره لأن ما عنديش ديسوشيشن أهو بص على الكلام هنا أهو لأن أنا حطيت واحد ملوك الأرويد جبت واحد ملوك الأرويد كده وإحنا عارفين إن الواحد ملوك الأرويت ده بيمثل المول يعني أنا جبت مول كده حطيته والمول ده فيه عدد افجار من الجزيئات وبالتالي كل المحاليل لما أضيف واحد ملوك الأرويد في لتر مية يبقى أنا ضفت عدد افوجادرو في اللتر ميه وكلهم لهم نفس عدد افوجادرو وبالتالي كلهم لهم نفس الفريزنج بوينت ديبريجن بتاع اي نون الكترولايت صح ولا لا؟ يعني انا هو ضفت 1 جرام ملوك ويت يعني انا ضفت ملوك ويت او 1 جرام يعني من المولوكلر ويت بتاع ماده في اللتر يبقى كلهم يبقى لهم فيهم عدد نفس نفس عدد الجزيئات وبالتالي كلهم هيكون لهم نفس الفريزنج بوينت ديبريجن اللي هي واحد و86% طب نشوف مثال على الكلام ده بقول لك البوريك اسيد المولوكلر ويت بتاعه واحد و68 من 100 جرام نظريا 61 و8 من 10 جرام ازيد السولفت ان 1000 جرام ده اللي احنا قلناه بضيف في الملوكيلار وي ده هو ان 1000 جرام ووتر بيردوسف ريزنج بوينت ديبريشن اوفر 81% ده اللي احنا حافظينها اصلا اولريدي 81% سولوشن سولوشن ويل بي 86% بلوزه ريزنج بوينت اوف ووتر يعني هنا ملخص المساله بيقول لك ان انا عندي بوريك اسيد الفريزنج بوينت بريشر بتاعته واحد وستة وثمانين من ماشي عايز اشوف انا هضيف قد ايه او تركيز قد ايه من البوريك اسيد عشان يخليلي التركيز بتاع بتاعي خمس خمسة يخلي لي الفريزنج بوينت بريشر بتاع المحلول تكون ايزوتونيك اثنين وخمسين في المية وهو اصلا بيكون واحد وستة وثمانين في المية فهقول عاد ان الواحد وستين وثمانية من عشرة جرام اللي هم المولاكولار ويت والوزن الجزئي بيخلوا لي الفريزنج بوينت ديبريشن 1.86 من 100 ماشي يبقى الاكس اللي انا عايزها هت... الاكس هتساوي كام اللي تخلي لي فريزنج بوينت ديبريشن 52 نفس الطريقه اللي فاتت بالظبط المقص 52 في 61 على 1.86 86 يطلع لي ان تركيز البوريك اسيد اللي يخلي المحلول ايزوتونيك هو 1 73% ووتر على البوليم اهو تاني بكرر لك الموضوع تاني بقول لك ان واحد 73% ووتر على فوليوم بوريك اسيد سوليوشن ويوز تو ميك سوليوشن اوف لاكريمال الفلود او الاوف سالمك بريبريشن ايزو تونيك البوريك اسيد هو اللي بيخليه الاوف سالمك بريبريشن ايزو تونيك طب في حاله النون الكترولايت قال لك لا انا الكترولايت في بقى في اسف في حاله الالكترولايت في بقى المره دي ديسوشيشن وفي تفكك فلازم اخد ده في الاعتبار قال لك كويز الكترولايت في حاله الالكترولايت بقى ذا بروبلم از ديفرنت هنا المشكله مختلفه شويه سنس الازموتيك بريشر ديبند اون النمبر راذر ذان اللينكد الكايند اوف البارتكلز يعني مش هيفرق معايا هو الكترولايت نوعه ايه هو هو ولا سكروز ولا ايه لا هو هيعتمد اكتر على نسبه التفكك او الديسوشيشن بتاعه الالكترولايت ده وعلى عدد الجزيئات بتاعته يبقى سبستانس ذات ديسوشيت هات التونيك افكت زت انكريز ويز ذا ديجري اوف ديسوشيشن كل ما ديجري اوف ديسوشيشن هتزيد الايزوتونيستي او التونيك افكت هيزيد بقول لك ذا ز جريتر ذا ديسوشيشن كل ما الديسوشيشن يبقى اكتر ذا سمولر ذا كوانتيتي ريكويرد تو ريدوس جيفن ازموتك بريجر. يعني كل ما جزيء الجزء بتاع ده يكون بيتفكك كل ما الماده بتاعته او الالكترونات بدا يكون بيتفكك اكتر كل ما انا هحتاج كميه قليله منه عشان يخليني المحلول ايستونيك وده حاجه بديهيه قوي صح؟ كل ما يتفكك اكتر كل ما يحتاج قليل لان لو التفكك بتاعه قليل انا هضطر احتاج كميه اكتر عشان تزود لي عدد البارتكلز الديسوشيشن فاكتور اللي هو الاي بقى ماست بي انكلودد ان ذا بروبورشن تو دوترمايند سترينس اوزت ايزوتونيك لازم احطه في الاعتبار طب الديسوشيشن فاكتور ده بحسبه ازاي؟ قال لك بشوف عدد number of particles after dissociation على عددها before dissociation <applause> ماشي تعال نشوف مثال على الكلام ده بيقول لك in a weak solution of the eyes of sodium chloride 80% لو انا عندي محلول من السوديوم كلورايد تركيزه 80% is dissociation 80 السوديوم كلورايد بتفك بنسبة 80% زين اتش 100 مولوكيول للد 180 بارتكل يعني كل 100 مولوكيول من سوديوم كلورايد بيدوني 180 بارتكل ماشي أول واحد من 10 بارتك أزيل او 1.8 تايمز از ميني بارتكلز ازيلد باي زين على الالكتروليت اهو فعندك ال NaCl بتفكك ل Na و Cl ماشي هو نسبه تفككه 80% يبقى ال 100 جزيء ال 100 جزيء اهو ال 100 جزيء هيدوني 80 و 80 لان هو قال لك بيتفكك بنسبه 80% انا عندي جزيء 100 جزيء هيتفكك منهم 80 صح؟ يعني في 80 جزيء بس من ال ان اس ال ما يتفككوا. ال 80 جزيء من ال ان اس ال دول ما يتفككوا هيدوني 80 ان اي و80 سي ال، صح ولا لا؟ انا كان انا مثلا جبت كده إيه اللهم صل على النبي 80 موزه مثلا، صح؟ 80 موزه وقلت ان ان ال 80 موزه دول انت هيتقسموا عليك انت واخوك. مش هقول 40 و40 لا انا هجيب كل موزه كده واقسمها نصين. عشان يبقى فيه عدل، كل انت تاخد نصه وهو نص. يبقى هبص الاقي في الاخر ان انا واخد قده بالظبط، ان انا واخد 80 جزيء. يبقى هنا 80 ان ايه و80 سي ال. والاندسوشيتد طبيعي هيكون 20، صح؟ صح. يبقى عدد البارتكلز بعد الديسوشيشن كان قد ايه؟ يبقى هيكون 80 ان ايه و80 سي ال، وال20 اللي ما تأينوش اصلا. ان دول موجودين معايا في قلب الميديا بتاعتي. يبقى 80 من ان اي و80 من السي ال و20 اللي ما تاينوش على ان التوتال نمبر او عدد الجزيئات قبل التاين خالص قبل ما اضيف كانوا 100 لان انا ضايف 100 جزيء صح؟ واقسمهم على بعض فيطلع الديسيشن فاكتور بتاعي 1 و8 من 10 ماشي؟ <applause> يبقى الاماونت اوف سوديوم كلورايد نيدد تو بريبير الايستونيك سوليوشن از ترمايند فولوينج بحسبها كده بقى هقول هضرب ها. هقول ان الواحد وثمانية ستة وثمانين من مية في واحد وثمانية من عشرة اتنين وخمسين في المية تساوي تمانية وخمسين اللي هي على الاكس الاكس دي اللي هي مين <applause> التسعة وتسعة من عشرة عشان انت عم اوريك القانون تحت عشان ما تتوهش اهو ده في حالة الالكترولايت هنا اهو القانون دول تحفظهم عشان ما تتلخبطش حسابات الإكس ده الكمية اللي أنا عايزها بتساوي 52 وخمسين من مية اللي هي بتاعه الأيزوتونيك في الملوكيلارويت بتاع المادة بتاعتي يعني على واحد ستة في الآي اللي هي الفاكتور اللي هي الديسوشيشن فاكتور. نرجع للقانون هنا تاني أهو واحد وستة على 52 وخمسين في واحد من عشرة اللي هي الديسوشيشن فاكتور بتساوي ثمانية وخمسين على إكس يبقى الإكس هتطلع معايا ب تسعة من مية جرام ماشي؟ يبقى ال 9.900 جرام دول لو حطيتهم في 1000 مللي في ووتر يديني محلول تركيزه 9% طب يعني 9 9 من 10 موجودين في ال 1000 يبقى كم موجود في 100؟ يبقى 9 من 10 ساعتها المحلول ده هيكون ايزو تونيك طب لو انا عارف عدد النمبر اوف الايونز عدد الايونات ده بتاعت يعني انا عارف مثلا ان الماده بتاعت دي ان اس ال بتتاين لجزئين ان او سي ال لو ان الماده بتاعتي عدد جزيئاتها او هي نانو الكترولايت يعني ما بتاينش وبالتالي الديسيشن فاكتور بتاعها هيكون واحد لان عدد الايونز بتاعتها هو هو مولكيول واحد فبالتالي الديسيشن فاكتور بتاعها هيكون واحد طب لو الماده عندي بتتاين ل 2 ايونز زي في حاله ال ان اي سي ال كده وطلع معانا الديسيشن فاكتور ب 1.8 لو 3 ايونز هتبقى ب 2.6 لو 4 ايونز هيبقى ب 3.4 لو خمسة ايونز هتكون اربعة واثنين من عشرة دي ارقام ثابتة كده ومحفوظة بدل ما اقعد احسب بقى هحسب لو انت لو حسبتهم هيطلعوا نفس الارقام دي برضو. زي ما احنا حسبنا بتاعت ال اني اس ال طلعت واحد واثنين من عشرة ماشي دول القانونين هم. القانون دول اتحفظوا الفرق بين القانون ده والقانون ده هو الاي بس اللي هو الديسيشن فاكتور which is a solution of a drug that is not of course possible to alter the drug concentration in this manner and then an adjusting substance must be added to achieve isotonicity يعني لازم اضيف حد حاجه تظبط الايزوتونيسيتي the most widely used tonus modifiers are dextrose sodium chloride as tonusity adjustment can only be made after the addition of all the other ingredient يعني انا خلاص عارف ان انا احضر حقنه مثلا ما ينفعش احضر حقنه اقول ان انا بحضر حقنه الحقنه دي يبقى فيها مش عارف ايه ايه انت بكتيريا دواء كذا وفيها كذا وفيها كذا وارجع اقول واجي في الاول كده قبل ما اعمل اي حاجه اضيف ايزوتونكس اضيف الايزوتونكس موديفاير يعني لا ده انا بضيفه خالص اخر حاجه بعد ما اضيف كل الحاجات المكونات اللي عندي هشوف بقى انا محتاج قد ايه عشان يخليها ايزوتونك ليه بعمل كده؟ قال لك لان كل انجريدينت كل انجريدينت انت بتضيفه هيظبط معاك الازموتيك بريشر ليه؟ لان احنا اصلا قلنا ان الازموتيك بريشر بيعتمد على عدد الجزيئات اللي او اللي موجوده في الميدي في السوليوشن انا عمال بضيف دواء بفترض مثلا ان الحقنه دي فيها خمس ست مكونات مثلا بضيفهم على بعضها مش كل دواء انت بتضيفه بيزود الاوزموتيك بريشر يعني هيقلل لك كميه الاوزموتيك مو... مودفاير اللي انت محتاجه يعني كل دواء انت بتضيفه بيشيل شويه من الايزوتونيك اللي المفروض انت تضيفه او من الايزوتونيك مودفاير اللي المفروض انت تشوفه تضيفه وبالتالي ما بضيفش الايزوتونيك مودفاير الا بعد ما تضيف الادويه كلها خالص لان يعني كل الادويه والمكونات اللي انا هضيفها دي هتساهم معايا وتظبيط الايزو تونستي <applause> ماشي في امبورتنت نوتس كده بقول لك فريزنج بوينت اوف البلاد اوف التيلز دي 52% ده خدناه اني سليوشن هاز دي بي فريزنج بوينت ديبريشن اوف 52 ساعتها اقول عليه ان هو ايزو تونك لو اقل من 52 لو لو اكبر من 52 ساعتها هيكون هايبو تونك لو اقل من 52 هيكون هايبر تونك يعني هو هنا هو الاربعه من عشره وهقول عليه ان هو هايبو تونك ده بالسالب خلي بالك الضرب سالب 4 من 10 اكبر من سالب 52% صح ولا ايه الفريزنج بوينت ديبريشن دي لو 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 يعني اقل اقل من 52 يعني سالب 6 من 10 ساعتها قال ان هو هايبر توريك ماشي ولا يظبط دي المفروض سالب 52 يعني بتاع دي تخليها سالب 52 ماشي ايه اجزام بقى على الكلام ده مدينا له شيت اهو وعايزني احسب له هحتاج كميه قد ايه من البوريك اسيد عشان اظبط السوليوشن قال لك مديني البريسكريبشن فيها اتروبين سلفيت 2% ميك ايسونيك سوليوشن ويز البوريك اسيد عايز نظبطه بالبوريك اسيد بروفايد ووتر كيو اس كمل لحد 15 مل ماشي هنا مطلوب من روشته عايز اخليها ايزوتونيك باستخدام البوريك اسيد. قال لك اول خطوه determine the percent concentration of the drug اللي هي 2%، حدد اول حاجه النسبه بتاعت الدواء. ماشي؟ تاني حاجه from the بوك يعني هتروح للتكست بوك بقى او المرجع اللي هو زي ريجمنتون والميرك اندكس هتروح تشوف فريزنج بوينت ديبليشن بتاع ال 1% solution من الدراج قد ايه؟ صح يعني هو قال لي حضر سوليوشن بتركيز 2% فانا هشوف الفريزنج بوينت ديبريشن بتاع محلول تركيزه 1% اللي هي موجوده في المرجع قد ايه قال لك انا هروح في المرجع يا سيدي هتطلع معايا 7 من 100% هو الدواء اسمه ايه الدواء مش اسمه ادروبين إيه؟ سلفيت بص تلاقيني حاطط لك كده صوره من المرجع هون ادروبين سلفيت ده المرجع هون لسته كل الحاجات اهي ادروبين سلفيت الفريزنج بوينت ديبريشن بتاعته 7 من 100 اهي بقت انا جبتها من المرجع هاي. ماشي ماشي يا باشا جبتها من المرجه طلعت 7 من درجه سلسيه بعد كده هيحسب الفريزنج بوينت ديبريشن كوزد باي كالكوليت البريسنج اوف دراج هو دي بتاعه 7 دي بتاعه ال1% طب لو هو عايز 2% دوت تركيزه 2% يبقى الفريزنج بوينت ديبريشن بتاعه ال2% هتطلع ب14 صح اكس 1 ب7 يبقى ال2 كام ب14 كده انا حسبت الفريزنج بوينت ديبريشن بتاعه ال2% من الدراج اطرح دول بقى يعني شوف بقول لك سبستراكت ذا اماونت فروم ذا desired فريزنج بوينت يعني اطرح دي الاماونت ده من الفريزنج بوينت اللي انت عايز توصل لها ليه بقى؟ لان احنا لسه قايلين من شويه ان الدواء اللي انا حاطه بيساهم في الايزوتونستي ماشي؟ انا المفروض اخلي المحلول بتاعي التونيستي بتاعته 52% من 100. منهم 14 الدواء اوريدي ساهم بيهم الدواء ساهم عندي ب 14، ظبط لي الايزوتونيستي بمقدار 14، فلازم اشيل ال 14 دول من الحسابات بتاعتي عشان ما أضيفهمش لان هم اوريدي اتضافوا. يعني لو انت ضفت ال 52 او المحل ضفت الكميه اللي تخلي لك الايزوتونستي 52 ساعتها هيكون المحلول هايبرتونيك اه. ليه؟ لان انت هتكون عديت يعني كميه الاف دي بي بقت عاليه اكتر من 52، لان انت ما شلتش ال 14 دول. لازم نشيل الاربع 14 اللي احنا قلنا عليهم من شويه ان الدواء اللي بتضيفه بيساهم في التونستي فلازم اشيل المقدار اللي الدواء ظبطه يبقى هترحم من بعض 52 ناقص 14 اللي هو اللي الدواء ساهم بيه يديني 38 انا هشوف بقى انا محتاج قد ايه عشان يخليني التونستي بتاعت ال 8 يوصل التونستي بتاعت ال 38 قال لك ديسايد ان ابروبيت سوليوت فور ادجاستنج ذا تونستي اوف ذا سوليوشن اللي هو الابروبيت سوليوت هنا بقى اللي هو قد ايه الخطوات الخطوات العامه يعني الابروبريت سوليوت هنا اللي هو البوريك اسيد رقم 6 يوزنج ذا تيبل اوف فريزنج بوينت ديبريشن كوست بي 1% كونسنتريشن اوف ذا سوليوت اللي هو البوريك اسيد عندي هنزل برده لنفس الجدول تحت او نفس ال... الاندكس تحت واجيب البوريك اسيد ده هو طلع 29 من 100 ماشي أوه. طلعت ب 29 من 100 بقول لك كالكوليت بقى ذا كونسنتريشن اوف تو ليستم ديفاير اللي هو البوريك اسيد عايز اشوف الكونسنتريشن بقى من البوريك اسيد اللي هيخلي لي الفريزنج بوينت ديبريشن اللي انا طالبها ال 1% سوليوشن جبناها من المرجع قال لك 29% من 100. يبقى الاكس انا يعني محتاج قد ايه من البوريك اسيد عشان يخلي لي المحلول بتاعي الاف دي بي بتاعته فريزنج بوينت ديفيجن بتاعته 38% من لا شيل ال 29 دي اسف 29 دي غلطه شيل ال 29 دي ماشي شيل ال 29 دي مالهاش لازمه غلطه وانا هعدلها عندي شيل ال 29 دي ماشي كام هيخلي لي المحلول الاف دي بي بتاعته 38 ساعتها اقول لك المحلول 1.3 من عشرة بوريك اسيد سولوشن ماشي كالكوليت ذا اوف السوليوت خلاص بقول لك كالكوليت ذا اوف السوليوت بوريك اسيد ان جرام نيدد فور ديزايرد فوليوم خلاص ال 1.8 من المائة دول هضربهم بقى 15 مللي يعني ال 1.8 من 10 دول بيظبطوا اللتر بيظبطوا اللتر بيظبطوا اللتر صح ولا لا؟ يبقى كم هيظبطوا 15 من 100 فهضرب 1 من 10 في 15 من 100 يطلع لك 195 المفروض اقسم على 1000 بس احنا يعني مجازا يعني ما, ما بنقسمش لان احنا عارفين انها تطلع كده فبتضرب 1 3 من 10 في 15 يطلع لك 1.95 انا يعني بقول مثلا بقول ان ال 1 من 10 بيظبطوا ال 1000 يبقى ال 15 هيظبطهم كام؟ واقول تطلع واحد وخمسة وتسعين من 100 الخطوات دي خطوات الكتاب زي ما هي بالظبط يعني انا ما عدلتش عليها عشان برضه لو حد يذاكر من الكتاب ما يتوهش دي خطوات الكتاب زي ما هي لكن لو عايز تعرف دي جت ازاي هتقول ان ال من عشرة موجودين بيظبطوا لي 1000 يبقى ال 15 من اللي بيظبطهم كام؟ يبقى 195 جرام اوف البوريك اسيد واحنا عرفنا كميه البوريك اسيد قد ايه؟ ماشي كده خلصنا اول طريقه اللي هي الفريزنج بوينت ديبريشن هي الدكتور قالت في الامتحان لو جابت لك مساله زي دي انا قيمه الفريزنج بوينت ديبريشن بتاعه الدواء والتونستي موديفاير الطريقه الثانيه اسمها سوديوم كلورايد ايكويفالنت ميثود سوديوم كلورايد ايكويفالنت ميثود قال لك سوديوم كلورايد سوليوشن ايكويفالنت ميثود از ذا موست دي اكتر طريقه بستخدمها هتاخدها في سنه ثالثه ان شاء الله بالمسائل بتاعتها ان اي سي ال ايكويفالنت اي از اماونت اوف ان اي سي ال That will give an equivalent osmotic pressure of 1g of the designated or designated drug. يعني أنا الـ NSL equivalent دي بشوف دي دي قيمة كده مكافأة لل osmotic pressure بتاع 1 جرام من الدواء. ماشي؟ السودم كولوراد equivalent اللي هي برمز لها بالرمز E دي بتكون برضه بتاعت الـ 1% NACL for large number of drugs have been برضه حتى في التكست بوك زيها زي الفريزنج بوينت ديفيجن السوديوم كلورايد ايكوفرنت ميثود از بيزد اون ذا فاكت ذات 9 كونسنتريشن اوف السوديوم كلورايد جيفز ايزوتونيك سوليوشن يعني هم عملوا قياسات على لقوا ان 9 من كونسنتريشن من السوديوم كلورايد بيخلوا له المحلول ايزوتونيك طب تعال نشوف مثال على الطريقه دي ونعرف يعني ازاي الكلام ده يبقى اسهل مدينا اتروبين سلفيت نفس الدواء برضه 2% المره دي محتاج يظبطه بالان اي سي ال المثال الأولاني اللي كان محتاج اظبطه بالبولك كده هظبطه بالـ NACL. يعني. بقولك كمل بالماء بالأكوى ديستلد ووتر يعني المايه بماء مكتر حتى 15 مللي. همّلي آيزوتوليك سوليوشن. أول خطوة قالك Calculate the number of grams of the drug in the solution. الاثنين أهو نفس الفكرة، اتنين اتنين موجودين في الـ 100. التركيز دوت تركيزه 2%. يعني الاتنين جرام موجودين في 100 مللي. يبقى الـ 15 مللي فيهم كام؟ إحنا برضه مجازا بنضربهم في بعض بس المفروض نقسم على 100 ماشي؟ 2 موجود 2 في 15 يطلع لي 3 من 10 الطبيعي هي تضرب 2 في 15 يطلع لك 30 بس دي يبقى أنا ضارب 2% ماشي أنا ضارب 2% يعني كأن أنا قاسم على 100 دي كأن كده 2 من 100 في 15 2 من 100 في 15 يطلع لك 3 من 10 اللي هي كمية الدرج اللي موجودة في ال 15 مللي ماشي؟ رقم اتنين ريد فروم تيبل ان ذا تكست بوك يعني عندي التكست بوك قلنا بقى ان الارقام دي كلها متجمعه فيه كده هيطلع ال ان اس بتاع الدواء بتاع اللي هو الاتروبين بيه بي 13 من مية برده مش عارف انا حاطط صوره مش حاطط صوره المره دي 13 من مية رقم تلاته كالكوليت ذا ويت اوف جرامز اوف السوديوم كلورايد ذات از اكوفرنت تو ذا ويت ان جرام اوف ذا يعني انا بشوف كميه عدد الجرامات من السوديوم كلورايد اللي هتكون مكافئه للدواء فبقول ان الواحد 1 جرام بيكافئ لي 13% جرام من الـ NACL ال يعني حسب ما المرجع قال لي ان الواحد 1 جرام من الدواء بيكافئ 13% من, من الـ NACL A ال يبقى 3 من 10 جرام من الدواء دول هيكافئوا لي قد ايه من الـ NACL ال؟ طريقة المقص خالص هتطلع معايا 39% جرام من الـ NACL A ال ماشي؟ Calculate the number of grams of N ال needed to make the desired volume of the solution isotonic نفس الفكرة بالظبط قلنا ان التسعة من عشرة التسعة من عشرة جرام بيظبطوا لي 100 ماشي يبقى ال 15 محتاجين قد ايه؟ صح ولا لا؟ 15 محتاجين قد ايه؟ يطلع معايا اللهم صل على النبي واحد وخمسة وثلاثين من ألف جرام يعني المفروض تقسم على مية ماشي؟ ده ما احنا عارفين طبعا بس الكتاب الدكتور مش عارف مش كاتب اسم على دي ليه مش مقتنع بيها تقريبا وات ايفر كده انا عرفت النمبر اوف جراب ايكوفالنت اللي محتاجه تظبط لي الفوليوم بتاع السوليوشن وانا اوريدي الدواء الدواء نفسه ساهم معايا ب 39 من 100 اهو يعني الدواء نفسه مكافي ل 39 من 100 من ان اي سي ال يبقى ال 39 من 100 دول مش هضيفهم هشيلهم من الحسابات بتاعتي يبقى لازم اطرحهم من ال 135 هطرح ال 135 جرام ناقص 39 من ألف. ماشي هطرحها من 39 من ألف يساوي 96 من ألف جرام ان اي سي ماشي يا باشا ادز اماونت اوف صوديوم كلوريد خلاص انا عرفت كده انا هضيف السوليوشن بتاعي ده هضيف 96 من ألف من ان المحلول ماشي فبيقول لك ضيفهم بقى للمحلول. طب اف اناظر سبستانس تو هو انا عايز بقى, بقى تظبط لي المحلول ده بعد ما جبته كده تزب... قلت لك فوق ظبطه لي بالبوريك اسيد. يعني استخدم طريقه ال N A عشان تظبط لي المحلول بالبوريك اسيد. قال لك بسيط انا هكمش الخطوات بتاعتك خالص كأنه هو بيقول لي لي المحلول ده بال N وبعد ما اجيبه بال N A هشوف ال N A ده مكافئ لقد ايه من البوريك اسيد. هم طلعوا مثلا 15 جرام ان اس إيه ال إيه ده المفروض اضيفهم هشوف انا محتاج ال 15 جرام دول بيكافئوا كام جرام من البوريك اسيد فاقول ان ال 1 جرام بوريك اسيد بيظبط لي ال الاسمولارتي بتاع دي دي هنجيبها من المرجع طبعا 50 مل. هروح اجيب بقى الجدول واشوف البوريك اسيد بيكافئ قد ايه من ان اس ال اللي طلع 5 من 10 هقول ان ال 1 جرام من البوريك بيظبط 5 من 10 جرام من ان اس ال بس 96 من 1000 جرام من ان اس إيه ال اللي بيظبطهم قد ايه من البوريك هيطلع لك 192 جرام من البوريك يبقى دي كميه البوريك ده المفروض انا اضيفها عشان تكافئ لي او تخلي المحلول ده في حاله لو هو قال لك اشتغل بالطريقه بتاعت ال NaCl كوفيرنت بس احسبها لي بالبوريك اسيد ماشي كده يكون انتهى الشابتر التوبليستي الموضوع محتاج فهم اكتر من حفظ يعني الشابتر تقريبا مفيش فيه حفظ خالص محتاج فهم بس حاول تحل المسائل دي مع نفسك كده وتفهم الدنيا بعد كده ان شاء الله كله هيكون تمام هنبدا المحاضره الجايه ان شاء الله بجزء الكومبلكس どんどん、セリンせ